الآن الكلمة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. شكرا للمنتدى للحلقة النقاشية. يمكن يا فندم أنا عايزة أركز على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويمكن دور وزارة التعاون الدولي هو العمل مع المؤسسات الدولية جميعها بخلاف صندوق النقد الدولي. يمكن دي نقطة، لأن الصندوق مع البنك المركزي ووزارة المالية بحكم السياسات النقدية والسياسات المالية لأي دولة. يمكن في نهاية ديسمبر 2019 كانت بداية الجائحة، وكان من الضروري، وده بتوجيهات حضرتك، إزاي نقدر نعمل إطار تعاون دولي وتمويل إنمائي فعال. وفي هذا النهج عملنا هذا الإطار في ثلاث مبادئ رئيسية. هذه المبادئ هي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ودي كانت نقطة هامة جداً، لأنه كان لازم المؤسسات المالية اللي بنتعامل معاها التنموية المالية يبقى في تكامل وتناغم في برامجها المختلفة وفي تمويلاتها المختلفة، لأن كان في بداية الجائحة في تكالب شديد جدا على التمويلات الميسرة، لأن دي طبيعة هذه المؤسسات، ومصر ليها باع كبير جدا في التعاون معاها، وأنا هلقي الضوء على ده. نمرة اتنين، حضرتك وجهت أنه لابد من مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وده اللي حصل في 2020. وبرضو هتكلم على أنه مصر تعتبر من الدول الأول اللي قدرت تعمل هذه المطابقة. مش بس كده، أيضا أعلنت على مواقع الوزارة، وأيضا دشنت من كلية لندن بالتعاون مع أكثر من مؤسسة دولية، وكثير منهم موجودين معنا. المنهج الثالث أو المبدأ الثالث حضرتك دايما كنت واجهت بيه في هذا الإطار هو توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، وهذا التوثيق مهم جدا وبنقوم بيه بأكثر من طريقة، وده الحقيقة اللي بيقودنا بعد كده لأنه نقدر يبقى في شراكة يعني التجارب مع دول الجنوب أو مع الدول الناشئة الأخرى ممكن أن هي نقوم بيها. إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له ثلاث أهداف: تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، نمرة اتنين ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وهنا عايز أحط نقطة مهمة جدا، مفيش أي مشروع، أي تمويل، أي اتفاق بنبرمه مع أي مؤسسة تمويل إلا إذا كانت جزء من خطة مصر 2030 وجزء من برنامج مصر تنطلق اللي هو برنامج الحكومة، وده في القطاعات المختلفة. نمرة ثلاثة هو تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. خليني هنا أركز يا فندم على منصات التعاون التنسيق المشترك، وكثير من أصدقائنا من المنظمات موجودين معانا، وده لما الدنيا قفلت في 2020 ما كانش في أي بعثات بنقدر إحنا نتواصل معهم أو هم يقدروا يجوا مصر، فاستخدمنا التكنولوجيا وأصبح في شكل ممنهج للعمل التشاركي مش بس مع المؤسسات الدولية ولكن أيضا مع القطاع الخاص، وكان دايما الوزير القطاعي بيبقى حاضر في هذه الجلسات بيقول الإصلاحات اللي قام بيها في الفترة اللي فاتت، التمويلات اللي محتاجها لتحقيق الرؤية في المرحلة المقبلة. وعايز أدي حضرتك نموذج أنه مع وزارة النقل بالتحديد، ولأن مشروعات مصر في النقل كبيرة جدا، لقينا أن في تنافس ما بين شركاء التنمية في المساهمة في المشروعات الخاصة بوزارة النقل، وده كان بيعزز من فرص جمهورية مصر العربية في الحصول على تمويلات بشكل تفضيلي، لأنه كان كل شيء متاح بشكل فعال جدا. في نقطة أخرى مهمة، وهي أنه وزارة التعاون الدولي وجمهورية مصر العربية مع منظمة OECD من فترة كان في دراسة مستفيضة على دور القطاع الخاص لمصر، وإزاي نقدر إن احنا نكبر من هذه المشاركة، وده كان من أحد أهم النتائج منه هي فكرة التمويلات المبتكرة، ويمكن هتكلم على ده وأربطه بالمناخ في الآخر، ده أيضا جزء من أو من أهم الأمور اللي احنا بنشتغل فيها مع
أصدقائنا من المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة. يمكن عن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية، عايز أقول أن لما بصينا على المحفظة كاملة ومحفظة جمهورية مصر العربية في التمويلات الإنمائية تقريبا 26 مليار دولار، دي المحفظة الجارية، لقينا أنه أكثر ثلاث أهداف من التنمية المستدامة بيروح لها هذه التمويلات هو الطاقة الجديدة والنظيفة، المياه النظيفة والبنية التحتية، ودي بالضبط هي الأهداف اللي موجودة في استراتيجية 2030، ودي الأهداف اللي موجودة في برنامج مصر تنطلق. والحقيقة لو كان يعني وهم طبعا كل شركائنا بيقدروا يشوفوا ده بشكل دوري وبشكل فيه شفافية. ويمكن نقطة هامة جدا في موضوع التمويلات الميسرة، أنا دايما أقول إنها مش بس فكرة تمويل وفلوس بتبقى متاحة، هو ده دليل على التزام الدولة المصرية بمعايير الشفافية، بمعايير الحوكمة خصوصا في المناقصات، وأيضا في أن كل يعني للحصول على هذه التمويلات لابد أن تكون في المعايير البيئية مطبقة. وبالتالي يعني التزام جمهورية مصر العربية بصياغة وتنفيذ مثل هذه المشروعات هو ده الحقيقة اللي بيفتح الأبواب لمشروعات قادمة وأخرى. ويمكن في نفس نهج المطابقة ما بين التمويل الميسر للمشروعات الحكومية قدرنا نعمل نفس المطابقة لمشروعات القطاع الخاص، لأن يمكن في نقطة بتبقى دايما يعني ما بيتقالش عليها كلام كتير، ولكن التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية ليست فقط للحكومة ولكن أيضا متاحة للقطاع الخاص. ويمكن في 2020 في السنة اللي كانت تعتبر صعبة جدا قدرنا نبرم اتفاقيات تمويل تنموي ب 9.8 مليار دولار، منها 3.2 للقطاع الخاص، كان من خلال خطوط ائتمان مع البنوك المصرية أو زيادة في رأس مال شركات مصرية أو في بعض السندات لشركات القطاع الخاص. يمكن الجزء الآخر هو إزاي بنقدر نوثق قصص النجاح في مشروعات مختلفة. يمكن المشروع اللي حضرتك تفضلت وافتتحته من أسبوعين مشروع بنبان، وهنا عايز أقول أنه الإصلاح الهيكلي اللي بتقوم به الدولة المصرية بيفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، وبنبان الحقيقة بتعتبر المشروع الأمثل لهذه التجربة، لأنه مع استراتيجية الطاقة 2035 مع استراتيجية أنه نقدر يبقى فيه التعريفة مفتوحة للقطاع الخاص، ده اللي خلى المؤسسات التمويل المختلفة تقدر أنها أيضا بتمويلات 4 مليار دولار تخش وتساهم في بنبان، وأخذنا جوائز كتير، وده ممكن أنه هو بيفتح أفاق التجارب مع البلدان الأخرى. في 2021 على الرغم أيضا من الجائحة التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار للقطاع الخاص. هنا الرقم مش لأنه كبير هو يعتبر أو بيعكس شيء في حد ذاته، غير أنه بيعكس دأب المؤسسات التمويل الدولية على مشاركة جمهورية مصر العربية في مشروعاتها المختلفة. وهنا يا فندم المشروعات في القطاعات كاملة، سواء كانت صحة، تعليم، تكافل وكرامة، تضامن اجتماعي، المرأة كان ليها دور كبير جدا أو ليها حصة كبيرة جدا. ويمكن احنا النهاردة في مؤتمر الشباب عايزة أتكلم على المؤسسات التمويل الدولية في مشروعاتها وبرامجها مع الشباب المصري في ريادة الأعمال. إحنا عندنا تقريباً 114 مشروع، دي المحفظة الجارية، ب 5.8 مليار دولار موجودين للشباب في قطاعات مختلفة. ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصتها 1.3 مليار دولار. عايزة أختم بس بموضوع القطاع الخاص والتمويلات المبتكرة، والنهاردة كان في جلسة هامة الصبح عن من جلاسكو لشرم الشيخ، في تعهدات كثيرة جدا من المؤسسات المختلفة للتغير المناخي، ولكن فكرة إزاي نقدر نخلي هذه التعهدات على أرض الواقع. وكان في أو دايما بيبقى في ثلاث عقبات بتواجه الدول النامية. نمرة واحد، تصنيفهم الائتماني بيبقى أقل
من بي، وبالتالي حتى لو التعهدات الدولية موجودة وحتى لو القطاع الخاص عايز يخش هذه البلاد بيبقى فيه جزء كبير جدا من المخاطر مرتبطة به. وبالتالي بنقول انه عايزين إطار مؤسسي مع المؤسسات الدولية، انه التمويل المختلط اللي هو ينزل المخاطر، يخفض من المخاطر، وبالتالي تقدر هذه التمويلات تكون موجودة بشكل فعال أكتر في الدول النامية اللي هي محتاجة التحول إلى الأخضر. في النهاية ده منهج بنشتغل فيه مع المؤسسات. جزء آخر أخير بنقوم به أيضا هو وضع الاستراتيجيات المختلفة للخمس سنوات القادمة، ودي بيبقى داخل فيها المبادرات الرئاسية، بيبقى داخل فيها أولويات الحكومة المصرية، بيبقى داخل فيها مطابقة هذا مع أهداف التنمية المستدامة، وبتتعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، ويمكن مبادرات عديدة جدا مع المؤسسات المختلفة. ومع دولة رئيس الوزراء عملنا اجتماع على مشروع حياة كريمة، في الحقيقة شغف كبير جدا لمساهمتهم في هذا البرنامج، ليس في الجزء الخاص بالبنية التحتية ولكن في الاستثمار في رأس المال البشري. وبالتالي التكامل مع البرامج الموجودة حاليا بمساهمة من المؤسسات المختلفة، ده أيضا أحد المحاور العمل في المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا.